صباح الخير عليكم حبيباتي. شوفوا اليوم انا كنت وعدت جروب كل صباح الصنعه باش ندير له الناب تاع الكافيار اللي شافها. بون هذوك العضوات اللي شافوا الناب تاع الكافيار اللي خدمتهم هذوك خلاص ديتهم ولاتهم 60 كوموند راحت. ما لقيتش في هنايا باش نشري هذاك شيته من العاصمه. انا عندي هذا سكاي ذهب حتى هو يجي دي نابون. شو هادي راهي السومه تاعها 200 دينار ماشي حاجه. كاين عده اشكال خاطر كاين الناس ما يقدروش يخرجوا هذه من جوجل اللي ما عندهمش الورق كفا وتحطوها هنا من الجهه للشينا تحطوها وتبداو. انا هنا راني كملت وحده الاولى هنا نظن هنا الموضوع سهل. تحطوها كي تبدو تخرجوا في الرشمه خرجوا الداخليه اللي يعني هذا اللي راهم مقصوصين هما الاولى. ومن بعد ما تنسوش من بعد تفوتوا كاع الحواف بهذا الشكل. تبدو ديروا الرسم الداخلي كامل حتى تكملوا كاع هذا المقصوصين الداخل حتى عاد باش ديروا الحواف هكا ما تنسوا حتى وحده ما تفرغوهاش. هنايا انا فرغتها خليت هادو زوج باش نديرهم معاكم. فقط يكون لازم يكون عندك هذا المقص ضروري هذا المقص المدبب. علاش؟ خاطرش هنا الجلد لازم ينتقب بهذا الشكل باش تفوتي هكذا. انا بديتها قبل ما يجيش الفيديو طويل. انا راح نكملهم نوجدوا الغراء الابيض مخفف في الماء نوجدوا بايت الارجنتي في الذهبي دوري نخلطهم هنا في قاروراتكم فارغه. اللي حبت تخليه كيما راه تخليه كيما راه واللي ما حبتش وبغات فيه مثل هذاك اللي شفتو في الصوره تاع الكافيار دير هادو. انا نحب يبقى هكا لكن راح نديرو تجربه باللي بايت. كما كنت تشوفوا هنا راني بديت رش البايت. فقط حبيت نقول لكم حاجه لي بايت كل قاروره دير 10000 كل لون. نتوما تمزجوا للزوج ما غاديش يكملوا لكم في حبه ولا في ناب ولا في زوج غادي يشد لكم يشد لكم. هنا لازم كل الحواف نطلوها بال هذا الغراء باش الرش يلصق في كل الجهات باش جهه معمره وجهه خاويه. طبعا هذوك لي بايت لي غادي يطيحو غادي نعاود نرجعهم في القاروره تاعهم غاديش نقيسهم. وايضا البقايا تاع الجلد هذا ما غاديش نرميهم حتى دوك الصغار الصغار. من بعد راح ندير لكم فيديوهات تاع ريكوبيراسيون بالقطع اللي شويه كبار وبالقطع هذوك الاجزاء الصغيره بزاف حاجه ما نرميها. يعني هذا الشكل انا راح نكمل ونرجع لكم. عمليه الرش تكون بهذا الشكل. يهمكم شي لاصقط لتحت كما قلت لكم في راح نعاود نجمع.
يتخلط فيه الابيض. نسيت باش ندخل القارورة، هذا الشكل. هو طبعا راح يلصق فقط في الأماكن اللي فيها الغراء، تخافوش يعني، ماش راح يلصق من تحت يعني. هذا هو الشكل، خلوها تجف، لما تجف نديروا لها الغراء مرة ثانية، واللي ما حبتش ديرها الغراء او كانت مستعجلة دير لها لالاك تاع الشعر، مثبت الشعر. هذا هو شكلها. انا راح اخليها تجف. بعد ذلك راح نثقبها منها ومنها ونحط لها لي بونبون. البنات هذا هو الشكل النهائي، لازم يجف مليح، نعاودوا له الغراء، واذا كنتوا قلقين عاودوا له فقط المثبت الشعر لالاك. هذا هو شكله. هذا الكافيار الحقيقي ما راهش موجود، هو شباب بزاف وغالي بزاف، يعني 150 في المتر ديلك 6، لكن هذا صعب، في صعوبة وهذا في صعوبة. هذا في صعوبة الرش، راح ياكل لك بزاف لي بايات، وهذا في صعوبة لأنك راح تجوزي كاع على الحواف اللي قصيتيهم بالمكوي، لازم تجوزي عليهم بالمكوي، لأن هذا فيه خيط، وذاك الخيط لما تقصي يبقى باين، لازم يتحرق بالمكوي. أما هذا كي تقصيه ما كاش خيطان، هنا ما عاودتش هنا بالمكوي. هذا هو نفسه اللي درت به، راهو يدير 60000 او 50000 متر، انا شريت 50000 متر، متر ديال لك 6 ثاني. الثمن البيع هذه متر عطي لك 6، كل زوج تبيعيهم ب 40000، عفوا كل زوج تبيعيهم 80000، 40000 الوحده. ديري حساب لي بونبون 1005 زوج 300 الوحده، ديري حساب زوج تاع القرع في البايات بيضين فضي، وزوج تاع القرع في البايات ذهبي، هادو اذا كملتي 6. اما اذا درتي اقل فقاروراتين تكفيك، وحده بيضه وحده ارجنتي وحده ذهبي. ما تنسونيش باللايك ودعاويكم.